الله، صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث يسود طقس صافي مع 33 درجة مئوية، الملموسة 30، رطوبة منخفضة، أما الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ شمالا، إربد طقس صافي 33 إلى 18، عجلون 32 إلى 18، جرش 35 إلى 19، والمفرق 25 إلى 20. المنطقة الوسطى البلقاء 34 إلى 22، الزرقاء 36 إلى 21، العاصمة عمان 33 إلى 21، مأدبة 34 إلى 21، أما البحر الميت طقس حار 39 إلى 25. المنطقة الجنوبية الكرك 31 إلى 19، الطفيل 31 إلى 20، معان 33 إلى 20، الشوبك 30 إلى 21، والعقبة طقس حار 41 إلى 27. المنطقة الشرقية رياح نشطة وأتربة مثارة في كل من الصفاوي والأزرق 39 إلى 23 في الأزرق، الصفاوي 38 إلى 20، أما الرويشد 39 إلى 23. إلى اللقاء.